السلام الله عليكم، معكم رضا من قناة كرة فانز. إذن المنتخب الوطني المغربي يقنع ويبدع ويمتع ويسحق المنتخب ديال غينيا بيساو بخماسية نظيفة مع الرأفة. المنتخب الوطني المغربي أيضا يلقن منتخب ديال غينيا بيساو درس في كرة القدم، ودرس في كيفية التعامل مع الخصم، ودرس في الأخلاق. المنتخب ديال غينيا بيساو اللي حاول بشتى الطرق على أنه يوصل واحد الرسالة على أن كاين تلاعب ولا كاين واحد المؤامرة عليه، وعلى أن المغرب هو السبب في التسمم اللي وقع له، إلا كان شي تسمم حصل. المنتخب ديال غينيا بيساو اللي حاول على أنه يدخل الشك في نفوس اللاعبين. المنتخب ديال غينيا بيساو اللي استعمل الأساليب الرخيصة من قبل اللقاء. هاد الأساليب ما بقينا كنشوفوها إلا في إفريقيا. ولكن المنتخب المغربي اللاعبين ديالو كانوا رجال وما تأثروش بالقيل والقال قبل اللقاء، وجاوبوا داخل أرضية الملعب وصيفطوا رسالة للجميع: المنتخب الوطني المغربي يمرض ولا يموت، المنتخب الوطني المغربي حاضر وبقوة، المنتخب الوطني المغربي سينافس. يعني كأس إفريقيا القادمة المنتخب الوطني المغربي سيكون إن شاء الله منافس شرس لجميع المنتخبات. انتصار ديال اليوم أعطانا العديد من الأشياء الإيجابية. أجي شي واحد يقول لي بركة من التطبال صاحبي، شنو التطبال هذا؟ كيف ما كننتقدوا كيف ما خصنا أيضا نقدموا الإشادة. لاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي كيستحقوا الإشادة والتقدير على المستوى الكبير اللي قدموه في لقاء اليوم. من بونو وانت طالع، اللاعبين كيف ما قلت صراحة لم يبخلوا ولو بقطرة عرق داخل أرضية الملعب. انتصار ديال اليوم أول شيء أعطانا صدارة المجموعة، بالرغم على أن المنتخب الوطني المغربي لعب غير جوج ديال اللقاءات، ولكن عندنا العلامة الكاملة، جوج ديال اللقاءات، جوج ديال انتصارات، ستة ديال النقاط. ضربنا المنافس المباشر ديالنا اللي كان متصدر غينيا بيساو. المنتخب الوطني المغربي أمام فرصة ذهبية للتأهل مباشرة أو للتأهل مبكرا للمرحلة النهائية فيما يخص التصفيات المؤهلة لكأس العالم. نربحوا جوج ديال اللقاءات اللي جايين، ننتصروا، ويبقاونا من بعد جوج ديال اللقاءات يمكننا نجربوا فيهم لاعبين، يمكننا نعتمدوا على اللاعبين باش ينسجموا بعضياتهم، يمكننا نستعدوا لكأس إفريقيا. يعني صراحة كيف ما قلت من أجمل اللقاءات اللي شفتها للمنتخب الوطني المغربي في الآونة الأخيرة. انسيابية في اللعب، سيطرنا على اللقاء منذ أول دقيقة لغاية آخر دقيقة، كاين تنوع في اللعب، وسط الميدان كان حاضر، دفاع أيضا بقيادة نايف أكرد وكذلك سايس كانوا حاضرين. ما شفناش فرص للمنتخب ديال غينيا بيساو. غيجي شي واحد ويقول لي المنتخب ديال غينيا بيساو كيتعتبر منتخب ضعيف. يا أخي ما بقاتش شي حاجة سميتها منتخب ضعيف. هاد المنتخب راجع حصل على 4 ديال النقاط من 2 ديال اللقاءات. هاد المنتخب انتصر على المنتخب السوداني ب4 ديال الأهداف. يعني ما بغيتش نسمع هاد الكلمه ديال ان هاد المنتخب ضعيف، ما خصناش نطيحوا من قيمه المنتخب الوطني المغربي. يعني كيف ما كننتقدوا خصنا ايضا نعطيو الحق للاعبين. والشيء اللي عجبني في لقاء اليوم، اول مره كنحس بداك روح الجماعه. ما كتحسش على ان كاين شي نجم، على ان كاين شي واحد متكبر على المنتخب الوطني المغربي، ان شي واحد ما باغيش يلعب، ان شي واحد كيلعب وهو منفخ. لا، حسينا بروح المجموعه، حسينا على ان اللاعبين باغين يصيفطوا لنا واحد الميساج، باغين يقولوا لنا على اننا نحن قد الثقه اللي عطيتوها لنا. يعني ما تخافوش، ما غاديش نبخلوا ولو بقطره عرق، وغنتقاتلوا وغندافعوا على شعار المنتخب الوطني المغربي. يعني انتصار اليوم غيبعت رساله لجميع المنتخبات الافريقيه اللي كانت كتشكك، اي واحد كان كيشكك في المنتخب الوطني المغربي غيعاود يراجع الافكار ديالو. قلتها من قبل، اقولها اعيدها واكررها، المنتخب ديالنا حاضر، عندنا الاسماء، ولكن خصنا المجموعه. ايضا خصنا نعطيو لواحد الراجل حقه، انتقدناه في العديد من المرات بما فيهم انا، ولكن واحد خليلوزيتش يستحق الاشاده والتقدير. باش نكونوا واقعيين ونكونوا منطقيين، انتقدنا هذا المدرب، ما كاينش اللي ما انتقدش هذا المدرب مني وجبد، نكونوا واقعيين. ولكن هذا المدرب تحمل الضغط اللي ما تحملوه حتى شي واحد، وتمسك بالافكار ديالو. يعني عنده شخصية قوية، وقال على أنني مستعد على أنني نتنازل على المنصب ديالي وما نتنازلش على الأفكار ديالي. أول شيء
يعني لاحظنا على ان الانضباط ولا في المنتخب، وهذا المدرب صيفط رساله لاي لاعب، ما كاينش شي لاعب كبر من المنتخب الوطني المغربي اللي غيجي يتقاتل، اللي غيجي يتمرمغ في الارض، اللي غيجي كما كنقولوا يقدم الكثير للمنتخب الوطني المغربي، مرحبا به. واللي غيجي يتكبر علينا خليه في بلاصتو وخليه مع فرقته. يعني هذا ميساج واضح، وحيد خليلوزيتش يستحق الاشاده والتقدير على اللقاء الكبير اللي شفناه في لقاء اليوم. يعني المنتخب ما اكتفاش بهدف، ما اكتفاش بهدفين، اول مره كنشوفوا المنتخب كيزيد كيبغي يكبر النتيجه، والنتيجه ديال اليوم فيها العديد من الاشياء الايجابيه. خمسة الاهداف غتعطي الثقة، غتعطي شحنة معنوية للاعبين فيما هو قادم من اللقاءات. ايضا خير دليل على ان المنتخب ما فيهش نجم واحد، الاهداف كل واحد سجل واحد. مدرب المنتخب الوطني المغربي وحيد خليلوزيتش في لقاء اليوم اعتمد على التشكيلة التالية: في حراسة المرمى بونو، غانم سايس ونايف اكرت كقلوب دفاع، اشرف حكيمي كظهير ايمن، ماسينا كظهير ايسر، وسط الميدان كان سفيان المرابط حداه اللاعب برقوق، كيتقدمهم اللاعب ايليا الشاعر، وفي المقدمه كان اللاعب لوزا رايان ماي وايوب الكعبي. يعني لاحظنا على ان المنتخب الوطني المغربي دخل وعوال منذ الدقائق الاولى باش يسيطر وباش يحقق الانتصار. لقينا صعوبه في اول 15 20 دقيقه، ولكن تنظر على ان الهدف اللي سجلوه اللاعب حكيمي اعطانا ثقه. اللاعب اشرف حكيمي افضل ظهير ايمن في العالم وبدون منازع. صراحه لاعب المستوى اللي كيقدمه مع المنتخب الوطني المغربي وكذلك مع بي اس جي يستحق الاشاده والتقدير. اليوم دار اوتوروت في الجهه اليمنى، طالع هابط طالع هابط، ما شاء الله على هذا اللاعب، ما شاء الله. يعني لاعب لا يكل ولا يمل، ولاعب ماشي متكبر، ولاعب رجليه في الارض، ولاعب كيتقاتل، ولاعب كيبغي القميص الوطني. يعني اللي قدموه اشرف حكيمي ماشي غير في لقاء اليوم، ولكن هذا اللاعب عمرك ما تلقى عنده شي لقاء ماشي مزيان. يعني الهدف اللي سجلوه حكيمي تسديده من خارج منطقه الجزاء عطاتنا ثقه، وايضا يعني ما زاد الامور في صالح المنتخب الوطني المغربي. ضربه جزاء اللي اصطادها اللاعب ماي يعني ونفذها اللاعب لوزا اللي سجل اول هدف له مع المنتخب الوطني المغربي. لما كتنهي الشوط الاول متقدم بهدفين لصفر كتعطيك ثقه وكتعطيك شحنه معنويه. وايضا يعني لاحظنا على ان اللاعبين في الشوط الثاني دخلوا وكملوا السيطره ديالهم وتمكنوا من تسجيل الهدف الثالث عن طريق اللاعب الشاعر. اللاعب الشاعر المستوى اللي كيقدمه مع كيو بي ار كوينز بارك رينجر وكذلك المستوى اللي كيقدمه مع المنتخب الوطني المغربي لاعب قادم وبقوه. المنتخب الوطني المغربي كمل في السيطره ديالو وسجل هدف الرابع، هدف اكثر من رائع للاعب ايوب الكعبي، وختمنا النتيجه بهدف للبديل اللاعب الحدادي. نتمنى على ان هذا الهدف يعطيه ثقه، خصوصا على ان هذا اللاعب ما كيلعبش رسمي مع الفريق ديالو. وبالرغم من هذا المدرب وحيد خليلوزيتش كيثق في الامكانيات ديالو. كيف ما قلت لقاء اليوم فيه العديد من الاشياء الايجابيه، نتمنى على اننا نكملوا على نفس المستوى ونفس النسق، رجلينا تبقى في الارض، مازال ما درنا والو. المنتخب الوطني المغربي سيكون مطالب بالانتصار في جوج اللقاءات اللي جايه باش نضمنوا التاهل ديالنا للمرحله النهائيه. ما تنساوش تشاركوا معنا بالاراء ديالكم، التعليقات ديالكم، التحليلات ديالكم، خليوا لي وجهه نظركم الشخصيه، شكون هو افضل لاعب في اللقاء. الى عجبتكم الحلقه ما تنساوش دعمونا بلايك، اشتركوا في القناه ديالنا باش دائما يوصلكم جديد اول باول. كان معكم رضا من قناه ورافين، سلام الله عليكم.